السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راينا محيينكم ومسلمين عليكم ولكم وحشة كبيرة. كنا نبغي نناقشوا قضية أمناد من اللي حرق راسه وقضية ياسر من هذه البشمرقة اللي هي وقضية التلفزة والرجو، وهل التلفزة والرجو يقومون بدورهم؟ والله لا. هذا بقينا نناقشه معاكم اليوم دحم ساية، بما أنكم تهتمون بالشؤون العامة وهم واحدين وكثيرون جدا، هم واحدين ياسرين يتموا دائما يقولوا يالطك كذا ويالطو عدلك كذا يالطو عدلك كذا. نختار نوجه لهم سؤال بالعربية الفصحى، من رأي كان محمد الشيخ القزواني منين تلا عدى البرنامج الانتخابي يا كانوا عيط لكم وقال لكم دور رأيكم، ومن رأي كانوا طالب منكم بأنكم تعودوا مستشارين مثلا تقولوا له اللي يالله يعدل اللي ناقص. هذا السؤال مطروح على الذين يترشون رؤوسهم فيما لم يترشهم فيه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تترشوا رؤوسكم فيما لم يترشكم فيه الله، إن الله لا يحب المتروشين. الشعب الموريتاني قام واختر محمد الشيخ القزواني وعدوا رئيس عليه، رأس محمد الشيخ القزواني وقال له انت ولا تعرف الله يتعدل. إذن بل أن هذه البشمرقة المرتزقة اللي متباركة مع كتاباتها ومتباركة مع نقدها ومتباركة مع أنها مثلا تحاول طريقة كانها تشبر بها الشيء على حساب المواطن الموريتاني المطحون، هذه صراحة مرفوضة جملة وتفصيلا، ومرفوض نقدها ومرفوض استشاراتها ومرفوض كل شيء كامل جاي من شرهم، مرفوض جملة وتفصيلا بمدي مخربين بمدي مرتزقة. وإحنا الشعب الموريتاني أضعف من اللي نعودوا عندنا الشيء للمرتزقة، ما عندنا لها مكان لا للارتزاق على حساب الشعب الموريتاني. شفت واحد كاتب، واحد مجنون والله مختبر والله مستحفي، كاتب بعد أن الشباب الموريتاني بأنه لا يتلب الأخ الذي أحرق نفسه والعياذ بالله. قال واحد هنا دور قبل هذا مسيكين، قال لي الله يعطيك اللعنة هذا يدور يبلوكيه في فيسبوك حالا مسيكين. أنا ماني بلوكيك، بيلي فيسبوك فات بلوكك، بيلي هذا يضرك الكلمة لين تطلع لفيسبوك يجي مبلوك ذاك المشي. نعرف أنك بعد ما تقولها قدامي، لين تقولها قدامي دور طال أنه ما تنقل. سمعت لعل لو تعود ما زلت هون تصنت معنا فيسبوك دور فات بلوكك. هذا ينقال له فاضل البشير زين للسامي. إذن بأن فاضل البشير تمنى لنا اللعنة والعياذ بالله والعياذ بالله. علاش اللعب علينا تباركين معنا سقموا مفهوم الشعب الموريتاني لهذه المرتزقة اللي تطلع له في فيسبوك، هذه المرتزقة اللي سيرها محمد الشيخ القزواني وقال لهم التشبتشب ما هو خالق والارتزاق على حساب المواطنين ما هو خالق. عاد لا منين يشوفوا حجة راسي أنا ينطص منهم العياذ بالله السميع العليم السب والشتم. أنا رقاج ما هو قدامي عين تدق في عين ما نجاوبه قاعد نهائيا، ما نعلق على ذاك اللي يقول به اللي ما هو مهم كلام بعيد صك. سمعت يغار لين تعود تمشي تسول والدك ترى عود يعرفني لين بدي أنا واخذ منها إنه ما قطق بوها. فهمت؟ إذن بعد أن قلنا بعد أن ياسر من الناس يترش راسه وهم بل إنه يتلي أطار وتلي يقول يالتو عدلك كذا وفريموا هذه الدولة كذا، وواحد يكتب لهم ويقول لهم هذا حرق راسه ويدوروا واحدين يحرقوا رؤوسهم عاقبه. ما تحرق انت راسك،
نذيل لك مر يجرى يجرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا اهلا بيك ومرحبا. حين قبل الاخ بشير هو اللي قاعد يعطيك اللعنة. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. انتم ايش حالكم يا اخي؟ لباس يا الخير. ترانكيل ترانكيل. سمعت الموضوع؟ سمعت الموضوع. باقي لفت انتباهي فيه شيء فهم قلتوها ما نعرف جايبينه منوني. هل لك انتباه اصلا؟ انا ما عنده، انا ما يطلع، انا ما عنده يطلع عني اتصلك فيا. انا اصلقت فيك. هذا السؤال فقط يا اخي. هل لك انتباه اصلا؟ تم لك ما رق جلك يا اخي. الله اكبر يا اخي. كم انت لك انك تجل يا اخي. ما اقوله. انا رقيق جلي الحمد لله. شو اقول له؟ ما قط من السحر. لا بد لك وانت بتطلب باش تعرف رقد جلك شو واصله. حاق بعنوقي حد يدبزني. يا قال انا بعنوقي نسوي لك عن رقد ترك. يا ايها الذين امنوا هاي جايبها من منين؟ روية عن النور السقالي. ها؟ روية عن النور السقالي. هي الله الا واجع بقى. يبقيها فيك عن ذاك؟ شو يعطيك؟ شو باقي فيك منها؟ فيك انت عود؟ شو مبقيك فيك الصحة حق الله؟ انت مريت خي قوي ما تقطع. ايه هذا قال سل سليمان. سليمان هذا حين نقلعه. اذا بلن كما قلنا ونسيد نقول خطونا وناسنا بلن. يا ايها الذين امنوا لا تترشوا رؤوسكم فيما لم يترشكم به الله. نزيد نعلوها ونقولوها. يا أيها الذين آمنوا لا تترشوا رؤوسكم فيما لم يترشكم به الله. سمعت هذا اللي موقع عنده. موقع عنده المشجع عنده مدفتع ذاكش يعني. أبو كل واحد يطلع لك هو وتلاقي أبطار ويا بتعدل كذا ويا بتعدل كذا. صاروا يعني صارت مجمع معاك مدة. مش معك وزارة، مش معك رئاسة، مش معك إدارة يسوي شيء. في جزء علينا رأوك ما هو صدق. وكل واحد هنا فيها لأنه رافد هم موريتاني كامل على إلا ظهره. أنت لا. ليش تقطع الصناعة تقدر تطلع مرة أخرى؟ إيه. ليش تقطع الصناعة تقدر تطلع مرة أخرى؟ ثم شغلت الشاشة. مشكلة كونيكسيون ما وانا ورقاطة كونيكسيون. ايه ما لك ورقاطة. ايه تفضل تفضل. اها لكن تنحنك اللي تقولوا لي شنو؟ ما انت ما ينقال لكش. انت راك ترفض الكلام ولا ينقال لكش. الا حد يسمي بينه معك. شتا حيني حيني اسمعني اسمعني. شتا انت الا حد يبني القصبة بينه معك ويسمي وتفلها علي. انت مطيش. مهم. ومن اهل المجبنة. وصكك وعياك. ولا معك تفاهم ولا قد حد يناقش معك موضوع بأريحية ولا عند حد يكون يحجب وتبني القصبة. تفضل. ايوه انا بحانيتكم اين وفيتو يا ردكم تحانوني انا مالي اين وفيتو. والله 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 انحانيك حد. انا سولتكم سؤال واضح عن ذي الرواية جايبينها منين تقبوا وتعلوها اللي هي اللي هي لي انا ما فيت نقولها لك. انا متمعنني عضو واحد فيها. يا ايها الذين امنوا يا حنين. يا ايها الذين امنوا لا تترشوا رؤوسكم فيما لم يترشكم فيه الله. هذه من بنات فكري انا ارتست فنان ونقول اللي نبغي نقول بالعربيه والله بالحسانيه. وتري اصبحت وجهه نظري انا. اسمح لي اسمح لي. وجهه نظري انا بان الانسان ما يعطي يترش راسه الشيء ما ترشوا به مولانا. وقلتها بالعربيه غير صدمتك انت ندي عنك. فيك فيك الغباء. تفضل تفضل. توقف ما حكى. والله اللي قاسلو. والله اللي قاسلو يا وليد امي. والله اللي قاسلو. لعله يديك الله كما هي في بلد. ايوه انتم بعض انتم لكم زمان لكم زمان انتم واحدين في تصفاق القزوان وواحدين في الشكر. ما زلتم اللي فيه زمن ما زلت فيه زمن ثاني. هذه اللي البدايه. ايوه يلا تكون توعلوا شيء يلا تكون عادوا فيكم الظهر والسواري. لكم ناش لكم ناش لكم ناش
لكن ما نعرف يا تكون تجوا لا الى عدل يوحركم في وحركم في هذا هو استاذ اشرف، هذا هو شفت، هذا هو استاذ شفت، هذا هو هو قله وطنيتكم، تعادوا فيك هذا هو هو مفهومكم. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي، هذا هو قله فهمكم يا اخي. احنا ما هو بعد اننا عدنا داعمين شخص راعوا فيه في مصلحه موريتاني وراعوا فيه قائد ماشي بموريتاني شور بليده صراحه اللي يبنيها عدل مؤسساتها. يا كان شكليتك انت من البشر تشتغل تعود تنتج تعود تتمتع بالوطنيه، مرة في راجل متبارك محيبني، ما هو بعلنا إلى قمنا وقمنا وترين الساندو بعلنا ندور وشي. اسمع لي 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 اقلعك وفوي اشتانا خلاص موريتانيا لازم تخلصني هاي تمرك بيها تفات خلاص كم يوم ما ادري صرا ما يعنيك هاك ما يعنيك خلاص كم يوم خلاص تقصي نقول لك يا خلاص كبرنا خلاص وزير تفات خلاص انت وراجل صلت وراجل من 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 اولاد ابراهيم ايدينا ما نمدوه اسمع راجل من ديبوسه ما هن لا 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 اسمع اسمع حتى وفخرتني راجل من ديبوسه حتى وفخرتني ونعرف على انك انت قاهر مني بل اني واحد من ديبوسه يا قاهر يا اخي ما اسكت يا مولانا قبيل يخرج لك الى الى رزقك لا اسمح لي اسمح لي الى رزقك مولانا بيشير تمشي ترضعوا لك بوساتي بوساتيه ويعود واحد من ديبوسه لا من غير يا اخواني هو من 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 مع كامل احترامي لهم قرشي كامل قاعد مارق انت ما هباس ما عليك خلطني عليش الله يطيرك مع يدلك هذا مع يدك انا بقى انا بقى لا 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 نبقيك تعود 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 انت تطلع على قاش لا شي لا شي يعني ترك اللي انت تبقي انت هريان فرض عليا انا العد يا هلا انا يطرح لك راي قد ما عاش بقى اللي قال لك تري لك راي اللي يطرح لك راي خرس رقبته مراحه قايد عذركات يا لا اسمع لي اسمع لي اسمع لي يا اخي اسمع لي اسمع لي وصلت فكرت انت وركات يا لا يتعود مقاطعين عالي لا يتعود مقاطعين عالي لا يتعود مقاطعين عالي ما تسوق ولا تقوت اتحاني شيباني يظل مسيكين واقف مصنقر ولا قاعد على مكتب روح لك شي توكله مالك لا يباط شوف مالك لا يتطوي فراشك عاد برقاده لانك لا يتزيف ام عينك عاد بتايا اسمع ولا عندك ما... ولا عندك ما ولي ساء لا 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 اسمح لي ما عندك ما ولي ساء في الناس و... ونقد ما عندك لهم ولا شيء انت لا تقوم قايس رئيس جمهوريه والله وزير والله ضابط في الجيش والله مدير اداره وتنقد انت ما عندك له شيء ولا عندك مفهوم ما فاهم كاع انت اصلا الواحد فيه هو شنو ولا انك واحد مولي ما راه مولي المعطيات اللي عنده شنو هما سمعت ترى مختار نقول لك انت عندنا قرص هامل ولا خلاص الهاملين نقول لك انا نقول لك انا هو اللي عدى القزواني للدوله هاي وعد وقريب من 3 سنوات شنو يعني بقيت ذي الانجازات اللي تذكر انت هم قالوا البيضان شفت انا راشد من البيضان سامع اسمع 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تخلينا ما يخلينا نوصل لك فكره يا اخي شفت انا نقدر لا نقول لك عبد محمد الشيخ القزواني جزاه الله خيرا عن موريتاني يا قير قالوا البيضان ذاك لا يعود قلت احترام الجدودي حسان اللي انا اللي نعتز بثقافتهم قالوا لك اللي ما شاف اسمه لا تنعتوا وانا الحكمه ما فهم ثاني ما تراعي في انجازات محمد الشيخ القزواني اذا بلني انا عرعيا نعتهم لك ذاك اللي يضحك في البيضان فهم ويتم يقولوا املات عمي بعلني في فرت انت في فرسات عاد همك الحق نحن انجازات ما شفناها انا انا لا نبقيك تقول لي منهم الدنيا ثلاثه ماني قاعد مطول معك مالك لا يشوف انت مالك لا تاخذ ما انت مالك لا تاخذ ما هو سات الدحميس التانتي الكولير راك جايبهم رئيسكم راك جايبهم اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا خي بدي راح انا جاي من رئيسنا بعد متفخرين بهم اللي رن لك متفخرين به حتى لك سمعت متفخرين به حتى رئيسنا رئيسك انت بغيت الله كرهته المهم رئيسك انت بغيت الله كرهته بعد انت موريتاني رئيسك اذا بما انك انت يشير من البيضان ما زلت تتعلم الحسانيه مرا يطرب وداتك اللي انا قبل متدخل ثاني ايوه اذا هذا ندخل واحد ثاني ما في كان الطاو صراحه من وجهه صار ملي نختار نواجهكم شوي نواجهكم شوي كلمات الحسانيه ما تعرفها اهلا وسهلا مساء الخير مساء النور والسرور يا اخي مرحبا بيك تفضل تحية طيبة لك وتحية طيبة للمتابعين صباحتك مرحبا بيك وسهلا وهلا
أسلم عليك. إذا ماك سمعت كلام هذا المتدخل البشمرقي اللي كان سابقك. هذا سمعته بعد غير ما انا ما اقدر ارد عليه، رديت انت على اليوتيوب. هذا وش هو بده يعود رايه وهو حق وراه وغيره. يا ولد والله يا ولد، لا 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 ترد عليه. انت كنت وطلعت انت ورد عليه. لا 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 تقول لا لا تقول لا تقول كلمه بجد. هذه صفحتنا كاملين، فهمت؟ احنا هنا تيانا نتبادلوا الاريه في وطننا وفي هذه الناس اللي تتدخل في شيء ما يعنيها. وقلت انا يا ايها الذين امنوا لا تترشوا رؤوسكم من الفرشتين. احنا بعد هذا كمشاهدين ومتابعين ده ما يعنينا قال. يلا قبل تناقشوا اللي قبل نستفادوا منها. والله استفاد منها مشاهدينكم ومتابعينكم. الموريتانيين ما يقبلوا ابدا يناقشوا، ما يقبلوا ابدا يناقشوا في شبيه المصلحه العامه. يناقشوا اللاشي مثلا عيبار وقيش، والله سبهم والله شتمهم. لعله يعود الطالب والعبد الودود غاب منهم شيء، والله عندهم شيء يختار يقروا في الطويل وعبد الودود المسيء. بالنسبه لك انت قد يعود ما هو مسيء يا قارب ياسر موريتانيين بالنسبه لهم، بعد انه وصمه عار اللي ينقالوا المجتمع الحساني. الطالب عبد الودود بعد لا راه نقول لك انه بعد وضع بصمه بعد الموريتانيين، راه ولك بعد ما بخر شيء وزاد ونزل. ما شاء الله يقول ما هي البصمه. لا 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 يا اخي، قال لك هو اخوك نصف عقلك عند اخيك. الطالب بن عبد الودود اللي يقعد عند الشيخ صالح الموريتاني يقول ان الله يجازينا ويجازيك بالخير، هي كانت توعينا. الطالب عبد الودود بي حق حنيني، بي حق انت كمواطن موريتاني، بي حق انك تقوم قايس المواطنين الموريتانيين تسبهم وتشتمهم. بي حق انت كمواطن موريتاني تقوم قايس المواطنين الموريتانيين تسب لهم اذانهم وتسب لهم دينهم. بي حق انت مواطن موريتاني. لا لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي الله اكبر اسمع اسمح لي. بي حق تقوم قايس المواطنات الموريتانيات وتتفند عاداتهم وتقاليدهم. بي حق الله اكبر. والله لا مولاك عندك انت تشوف، والله مولاك عندكم. الطالب والعبد الودود صلى له هو شوف قال بل ان الاذان ينقبل قلب، هذه واحده. وقال ان العليات الموريتانيات بل انهم مكسورات اعمار وبل انهم مكسورات اخبار وبل انهم يمشوا لشرهم. فهمت؟ تقدر انت تعود موافقوا فيه اذا كان ما يعنيني يا غير. ما فهمت شي بنتيجته على موريتاني؟ لو كان فهم شي بنتيجته على الوطن، والله شي بنتيجته على المواطن. اي فادا بروبليم. لكن فهمتوا انه مسلي لك انت والله بل انه يعدل التياطر اللي احنا الموريتانيين ما هي فينا، ما فينا المسرحيات وانتاجنا الفني ما هو ياسر. يقد يعودوا يرتهاوا بكلامه هو ولاكي هو اسمه هو. قولوا لي هذو الناس اللي عدلوا التياتر، لا هو اللي عدل الطالب والعبد الودود كل ليله. فهم هذا وجهه نظرك من يقول استاذ الكريم ونحترمه. هذا الين توعنت وتتثقف وتعرف شنو معنى التياتر. تعرف ان الطالب والعبد الودود الواحد فيه التياتر الموريتانيين، التياتر مجانا، هو يجبر عليهم لايكات وهم ما يخلصوا البيات. مرحبا وسهلا للرابية. والله فهمت انا اعطيتك وفيت كلامك استاذي الكريم، ولا تعطيني الرد اللي قلت لي كامل. ايوه شوفير الكريم تم قول لي. ايوه تفضل. شوف قضية دكتور طالب عبد الودود انا بعد حسب ابي تر. ايه السلام عليكم. قول ابي تر الطالب والعبد الودود. ابي تر الطالب والعبد الودود. انا ما لي جاي نقول له ما هو الدكتور. هو الدكتور ما هو الجدار مالي. والله ما هو دكتور. دكتور الله في الساعه. انت استاذ الكريم وتبغى توصف به من الاوصاف. انا بعد جاي نوصف لانه دكتور وقابلها بكل جدار مالي. هذا باط حقيقه. من رايك انا تو اعطيه نقطه. قابلها لا هو بقوم قدمه، قابلها اللام مجهود هو الخاصم مالي. وبالتالي اختار بعض الرد على اللي قلت لي. شوف قضيه الدكتور عبد الطالب عبد الودود انا بعد ما قط سمعته ببالي يقول كلمه خاص للمواطنين كما قلت انت. عنده هو زاد تصفيط حسابات مع الناس اللي تسير الشان العام ويوصفهم تصفيط حسابات. ذاك مهم. لا 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 ذاك مهم. لا 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 ذاك مهم من قلت تصفيط حسابات مع الناس. لا 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 ذاك مهم.
خالد الشاذلي المباشر اللي دائما يعدل ما عنده تصفيه حساب مع حد يسوى من هو، والعبد الودود ما عنده تصفيه حساب مع حد يسوى من هو، عنده كلمه حق واضحه وذكيه ويقولها وردها وتوها للمباشر، ولا يجامل ام اللي ما عنده مجامله مع حد، ولا عنده ام اللي تصفيه حساب مع اي شخصيه يسوى من هو، مواطن موريتاني مشرد كيفك انت وكيف يانا وكيف واحدين ثانيين في الخارج مشرد. كيفك يا بويا انت انا مشرد؟ السلام عليكم. مشرد الا انت والطالب عبد الودود، انا ماني مشرد، خليك انا ماني مشرد. مشرد الا انت والطالب عبد الودود. طبعا عندك مشرد ما هي مشكله، مشرد انا ومشرد الدكتور عبد الطالب عبد الودود ومشرد بعض المواطنين راهم فهم فيك بلجيك، راه في رايك بلجيك بعد فيها اسم مشردين الموريتانيين مشردهم بعض الهيئات. اسمع لي نقول لك، اسمع لي نقول لك، ما فيها من متشردين بلجيك. والله والله راني من المحل اللي هو بعد نثني على السيده الفاضله اللي باطس تلقات للفنان العظيم سيداتي واللاب مام كومبو اللي هي اللي تمثل الموريتانيين صراحه، كلها تحيه من ذا المحل اللي هو، وهي اللي تجمع الموريتانيين هم اللي الله. لا يقول لك بين المتشردين في بلجيك، المتشردين والله المتشردين في بلجيك. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، المتشردين في بلجيك تنقال في واحد متشرد والله ينقال لحويسن واللاب وفيم وطايح، هو هو هنا من المتشردين الثاني كان المتشردين. المهم بلادك الياس، بلادك الياس ايوه بلادك الاول، هذا هذا راني راني شاربه الى عاد تفرقت معلومه. ايوه تابع 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 فقط التجو. اذا بعد ان هذا اللي قاله طويل ابو عبد الودود عليه من الله ما يستحق من ذا المحل. فهمت عليه من الله ما يستحق، ولا يخدم الوطن ولا يخدم المواطن الموريتاني ولا يخدم الجمهوريه، يخدم الا السب والشتم والاساءة في الناس وكيعوا ما تقدر يطرحوا موريتاني بس. استاذ الكريم لا عندي سؤال، قول لي شوف يا الكريم تم الطالب عبد الودود ما في ما في ما في نقطة إيجابية تذكر أنت؟ ما عندي تذكر لي في نقطة إيجابية سوى شيء؟ أبدا أبدا ما يقدر فيه نقطة ما يكون العدل بس دراعة بس غرفة ديدان الله يتكلم بالحسانية، ما فيه شيء إيجابي خلاص مستي حانيني. شوف من قد الإنسانية ما هو إنساني، من قد الاحترام ما هو محترم، من قد الدين ما فيه منه ذرة. ما فهمت؟ وهذه المسائل الثلاثة الدين راه وراك بعد خطير نور، الدين راه وراك بعد خطير، الاتهام فيه راه وراك صعيب. أنا ما نقد أبدا، شوف أنا ما نقد نخرج من الملة يا قير، واحد زائد واحد تساوي لا اثنين، ما هي أربعة. حد يتجرأ لأنه يقول إن 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 الموريتانيين منين يسمع أذانهم مع الصباح بل إنه ينقب قلبه وحرم مولانا فعلا الدين ما هو خالق. هو ما قد تسمع المنشود المعنى، لا لا اسمح لي اسمح لي، المنشود المعنى المنشود المعنى اللي أدرك ما راك متابعه، المنشود المعنى ما هو الصوت. نعرف عنه الشاب، نعرف عنه الشاب عصامي، نعرف عنه الشاب عصامي، ونعرف عنه الشاب ما هو شاب. شوف حنيني شوف، لا لا يخاف عليك المسائل، هو الشباب حنيني، هو الشباب هو الشباب ما عندنا راسه، ما عندنا راسه. شوف ما عندنا راسه، انتم هاي اللي قاعدين موريتاني تعيطوا للطالب والعبد الودود وقابلين له التدنيت، عودوا عارفين بانكم انتم لا موريتانيين وبيضان والله حراطي والله كوار. الطالب والعبد الودود ما عنده بكم علاقه في كندا بالمين ساكن هو، ما عنده اصحاب من الموريتانيين بس من حاله ما يقد يعدل علاقه مع الموريتانيين اللي في لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا اخي، ذان الموريتاني ما يقد يعدل علاقه مع الودود. هو 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 هو, هو, هو الشاب الوحيد استاذ الكريم اللي فاهمه الموريتاني، وهي النقطه بالذات اللي تكلمت عليها حالا، كان هو بث تلول البارح كان معدل عنها بث قال عنه هو وهو الوحيد اللي ما يقدر يثق قاع في موريتاني، به الجاليات قال هو اللي في الخارج دائما عندهم هو مزاد مشاكل، يعود الواحد ماشي عن بلو ماشي عن وطنه من اجله لاجله لا يعدل هو شراسه ولا شيء، غير مجرد قالوا حسان قالوا حسان من فمك جات بس، قالوا حسان من فمك جات
هذا ودي ذاك انه هو به اللي ما يحضر الاجتماعات الجاليات اللي هو فيها في كندا والله في امريكا هو فيها. قال عنه فاهم الوضعيه وفاهم نفاقه الموريتاني، لان مجرد اجتمعوا موريتاني الاثنين هما قها والله في اوتل والله في اي روايه سويشنيه لا يخرج منهم كلها جاي معدل انه هو الروايه وكل جاي انه هو اللي يمثل موريتان وكل شيء انه هو اللي يمثله، وبالتالي وقع ما هو حاضر لهم شيء. هو ما هو الذي يقول ما ادري هو ما يضرب بالميزان ولا شكرا. هاي الحقيقه هو حني يسوي يحصل فيها هاي الناس تستنى ما يضرب جزاء ولا شكرا. حني يسوي لك حني يسوي لك حني يسوي لك. اذا بلن الطالب والعبد الودود ما عنده علاقه بالموريتانيين ويعرف ان الموريتانيين ايش عايم من المنافقين وايش عايم من السو كيف يقول هو صح اذا بلن هو ايش مرطش ايش ذا حسوا اللي مرطش شنو عزتاش هو مواطن موريتاني يقول كلمه مواطن موريتاني وياكل واضح الموريتاني هو وضاحته حق الله قبولك السلام عليكم حق الله السلام عليكم يا اخي يا اخي الوطن يجي موضوع الموضوع اللي تنسى الشباب مره هو اللي مرطو شنو هو لا 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 احنا خلينا في الموضوع اللي ذكرته لا اله الا الله مرطو لا نقول له هو اللي مرطو شنو هو والله اللي مرطو الطالب عبد الودود كلمه حق لا يقولها ولا هم جامل بها حد ما هم جامل بها رئيس ولا هم جامل بها ماذا يريد بها ماذا يريد بها ماذا يريد بها ولا عنده صنت الرئيس ما بينه صنت لكن لو يقول له ايوا الصحين نقول له ايوا صنت اللي نقول لك انا شفت لك كامل اللي قاله الطويل ابو العبد الودود للرئيس من الكلام اللي ما عنده فيه الحق اللي ما هو ما عنده الحق فيقوله رولك ما هو لا يمشي به ولا يام بيناتنا لا يمشي به كعب صحاح تسمونك به انت شي عنده فيه الحق يقوله ما نتكلم له حد لا صنتلي 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 انت منين تعود تدافع عن مده لا بد لك ما تعود عندك به اهتمام وتعود تبغيها وتعود شافتك منين تقول انت همك انك تدور بها وجه مولانا انت مولانا ما انك عالم به انت تقول الاذان ينقب القلب وتقول الدين بعد انه يوجع القلب وملحد متردد فهم اذا بعد انك انت ما مرتك يقول انك تبقي لايكات والله دور طالب العبد الودود ومجتمع يقول بعد انه ولي سو وبعد انه شعيب من المنافقين وبعد انه شعيب ملعون هو طالب العبد الودود يدور شنو انا بعد استاذي هو ده اللي دور شنو؟ أنا بعد أنت لا تتقي وجه الله لا حول لا حول قول أنت تتقي وجه الله أنا بعد تتقي وجه الله كريم أنت وأنك يعني واحد من الذين يضلون بالعبارات أنا بعد الإنسان الكريم يقعد الدور اللي زين عندي أنا أنتم مش من مواطنين موريتانيين وفي الخارج كاملين شمل الموريتاني وكلكم ماشي هو يبحث عن العيش الكريم وشعد الوطن وخلد الوطن في ذاك اللي خلاه ما هو مدرب لنا استوى انت ما هو مدرب لنا استوى وصلنا وصلنا ما هو مدرب لنا استوى وطننا الله اكبر الواحد انتم كلمتكم ما اعرف عنكم شيء اسمعني احنا كاملين الى عاد فينا ايوه استنى احنا الى عاد فينا رجاش احنا الخارج الى عاد فينا انسان واصل وإنسان محترم وإنسان يدور المصلحة للناس كاملة والمسلمين كاملين أحمد سالم والأحمد والملقب تل تتعرف اللي وعدلته له هو الوحيد اللي يبقيكم الباقي الحقيقي تعرفوا اللي عدلته له تعرفوا السب اللي سبيتوه طيب تعرف القرع طيب شنو باقي أنا أصبح لي يبغيكم لوجه الله يبغيكم لوجه الله تعالى مسلم مولانا هذه ما تقدر تنكرها مسلم مولانا ويحترم دينكم ويحترم اذاكم ويحترم عاداتكم وتقاليدكم والله ما هو مسلم مولانا ما هو مسلم مولانا لا سيدي ولك ماش ما هو مسلم مولانا لا كان صاحبي لا سيدي ولك ماش ماني سامي انا سيدي ولك ماش صاحبي فهم ونعرف فيه الخير وسب خويا شقيقي لا اسمع لي سب خويا شقيقي ولا شد فيه الاخبار ذاك اللي قال خويا من الكلام الخاسر ومن السب والشتم ومن المكنه انا ما سويته فيه فيه اللي انا ما نقطع في الظهر لك فهمتوا انا ما نقطع في الظهر الخلل المعزلي اللي راح اسمع ما نسمي ورا هو يعرفها وتعرفها من الامه كامله فهمتوا انا ما نقطع في الظهر كلمه الحق بعدين الطالب والعبد الودود ما يخدم موريتانيا شو ولا يخدم مصلحه موريتانيا ولا يخدم ما كنت وحويقرك انت اللي تدافع عنه بالله الذي لا اله الا هو الحويقرك انا ما عندي حد لا يقبض لي يقبض هذا لا خليها كامله
اتصل دابا انا ندافع عنه وانا يقول لك الشكان طالع عبد الودود يا غير مولي ماني قابل ماني قابل حد يتهجم عليه لو صوبه في الصافي الحقيقه ما ذم ناخذ بناء لو صافي ما يبغى ما ناخذ بناء مهم ما ذم يقول لا يقعد يقول لك انا مالي لفت قلت هاركم اماركم اللي فت قلت هاركم هو ذاك عبير التته هو ذاك بقيرة السحاب هو ذاك بصقعته عين عليان اني بصقعتي افهم هذا هو اللي يقول لك من الكلام الخاسر للناس ويسبهم ويشتمهم وش عيب فاسد وش عيب المنافقين وعلياتهم ما يسواوشي وذانهم ينقب القلب او احنا هم موريتاني الصن احنا عندنا الله هذا حد يبين يبين كامل والله ما يبين الصن معنا مش لو ادلوا اللي بليد اخرى عودنا كندا مثلا يبين تراس إذا الأخ قطع إذا نحاولوا لأننا نقبلوه عندنا قاعد هنا نوقف صراحة نختار و لا يدخل كامل يقلل ويدلل جزاكم الله خيرا السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل سمعت كنا شادين في الأخبار هي سمعنا غير نختار ونفضل لا تخدع عنك طالب عبد الودود ما عندك من إيش انت سنيك فيهم شو مسوس والله مسوسين فرقه ايوه من فيمك ماني متصل معه والله لقى سهل وشو وحكه مشاهدين اكثر منكم يا ناس ما لا حاسين حي 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي من رايك انا ترى بن محمد الحسن ولدودو منين يعد اللايف خرصوا لا 150 والشيري مد تخرصها يخرصها مليون محمد حسن عالم وتخرصوا النخبه وتخرصوا ياسر منات ايه اوكي 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 اذا هو على طلب العبد اللي خرصوه اللي بيعطيني جنب محمد عبد الودود انتم حاصدين انتم انتم حاصدين على ايش قابل منه هو شنو اللي قابل منه الطالب اللي يعطيك دخل اذا اللي قابل منه الطالب بالعبد الودود اللي قابل منه الطالب بالعبد الودود شنو ايش يا اخي واحد يا اخي واحد من هالتام شكت وطالب العبد الودود واحد هو دان اللي قابل منه شنو يا اخي الله اكبر انتم لا انتم ماشيين تعيطوا يا اخي انتم لا ماشيين حاسين مانك متعدي يا وليد امي مانك متعدي يا وليد امي يكون زرق لك على الطالب والعبد الودود فهمت وبينكم علي يعرف تحيكم من ميتكم يا غير ستبدي لك الايام وما كنت جاي لويتك بالاخبار ما لم تزودي لو ترى انا طويل بالعبد الودود قابلتوا منظمه مسيحيه متبارك مع انه يفند الدين الاسلام وهو موريتاني فهمت ايوه جاتك الصيدح وتفند الو جاتك الصيدح علي يا رسول الله والطالب جاتك الصيدح علي يا طالب والعبد الودود والرسول ايهم طاح ما تزن ما يلازقه انا مسوي لك وتقول لي طيحت جاك محمد صلى الله عليه وسلم والطالب والعبد الودود قلنا ايهم طاح ما يلازق يا اخي لا بد من طيح لا بد من طيح رقاش طيح المطيح بالعجلة يا أخي الكريم ما يبلس قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله شوفوا يا أمة شوفوا يا أمة محمد هذا مسلم مولانا راه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول له جاتك الصيدح عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام والطالب بالعبد الودود يقول لي هذا ما يقارن إذا بل إنك لا تطيح رسول الله وتخلي الطالب بالعبد الودود والله إنك لملحد والله إنك من الجماعة والله إنك لمن الجماعة الملحدة التي هي في موريتانيا تحاول بعد انها تخسر الدين وتخسر وتفند الدين عند المسلمين. باي باي. انا الملحدين ما اتكلم معهم صراحه. كل شيء يكون ملحدين. اذا رانا محيينكم راكم سمعتوا باذنيكم بعد لا يطيح الصور يخلي الطالب والعبد الودود. هذا قطينا قلناه لكم. وبركات يا تشاو تشاو الى حلقه ثانيه. انت اللي تدخل منهم. محمد سيدي. محمد فؤاد حينك بابا هذا كيف اسم العائلي كيف سامي نحن اللي نبدا لما الشينال والهمد فؤاد
الله ما طلع شو المدخل الثاني اذا تحيه لكم وقال انت طلعني سيدي البو ما ايش بطلع نطلعك ما لكم نطلعك اذا بدنا رانا نحييكم شو شو